كنا في السابق نعمل أجواء حلوة في رمضان، وكنا نعمل جو قبل رمضان بيوم، فوانيس وطبل ومديح وأنا كنت ألبس شخصية الحكوات، وكنا نجيب مهرجين ونعمل حفل لاستقبال شهر رمضان المبارك. لكن السنة اختلفت تماما، الكل موجود بالحجر المنزلي، ما حدا بيطلع. فحبيت أن أنا أتواصل مع الأطفال عن طريق الإنترنت، أعمل فيديوهات لقصص أنا بسردها، كانوا الأطفال كتير مبسوطين فيها.